الرائع كوتش نعمان أمين. برنامج فرق رقبتي حلقة جديدة النهارده بإذن ربنا هتكلم عن عمل الله معايا في حياتي. الاسم أوغسطينوس صموئيل قس بطرس، حاليا 30 سنة في مجال الخدمة. شفت العجب، خلصت عيادة خدام وأنا بدرس الثانوية العامة في نفس السنة، خلصتها طلعت الخامس على الدفعة، رغم إني أصلا كنت بذاكر ثانوية عامة وعيادة خدام مع بعض. والأول على دفعتي من الشباب الولاد. طبعا كل ده هو ليه لازمة لما نشوف اللي بيحصل في الخدمة دلوقتي. بيحصل في الخدمة دلوقتي عجب العجب، تلاقي كلام بيتقال عليك خدمتك مش طبيعي، بس متواجهش غيرني منك من الناس بتحبك. مش بس كده، تلاقي كلام بتبوظ شوية بعض الكهنة، مش كل طبعا، بس الغريبة ان عايزين نعرف بقى كهنة في كنيسة نرجس حدائق المعادن حاليا، ممكن تقولوا لنا مين فيكم اللي اتبلع على أبونا إبراهيم عبد السيد؟ مش تاخدوا المنصب؟ ماشي. طب ليه قدسك تسرب اعتراف؟ ماشي. طب ليه لخمتوا على أنبا دانيال و خدعتوه؟ الراجل راهب ملوش في اللعبة بتاعنا. ماشي، حاجات عالمية. طب المهضومين اللي هيروحوا بألف سلام بسببكم ولا الهوى. طبعا أنا شوفت العجب وأنا بهضم في خدمة كيس مريس من المعادي. من وشايات كذابة، من حقد، من ضغينة، من شخصيات مرائية، من شخصيات خداعة، من شخصيات اللي حابة تتسلى بالبنات حتى في الخدمة. في الخدمة ايه المشكلة؟ الناس ما كانش معاها قرش ودخلت الكاروت بقى معاها فلوس اصلا، والناس محتاجة وهم مش بيدور بلاش. اغتصاب كهنوت، عبود، شخصية بتغتصب الكهنوت، اغتصبت الكهنوت وخدت الكهنوت وهي ليست مستحقة له بكل المقاييس. هتقولي لا تدين، هقولك لا معلش، لكن حاجة لما الموضوع يتعلق بقوانين الكنيسة ويكون فيه قوانين الكنيسة، قانون يقولك إن لو حد من عائلة مرتدة عن الإيمان ما ينفعش يلبس الجلابية السوداء وانت تلبسه الجلابية السوداء، يبقى ده غلط. غلط ولا مش غلط؟ غلط. لما الشخصية دي صرح بشرب الخمر في المؤتمرات، صرح بالرقص لأسرة الشمامسة قدام توازن الشمامسة، وفيما عدا ذلك ده يكون حرام وغلط. لما مبادئ الكنيسة تتغير وتتشبه بالعالم يبقى غلط، ولازم أقول الغلط حتى لو هيحصل إيه. هيحصل إيه أكتر من كده؟ أنتوا بتدمروا أسر، وبتدمروا شباب، وبتدمروا مبادئ. يا ترى بقى الأبية هتنفعكم بإيه بعد كده وأنتم مولعين جوه النار؟ أنتوا والمسؤولين عنكم يعني بالتبعية. ربنا هيسأل كل واحد عن مسؤوليته. أنا دلوقتي بقيت مسؤول عن نفسي والخدمات الفردية اللي أنا بعملها، وربنا سمح إن بدل ما بخدم في مكان واحد بقيت الخدمات
منتشرة مع جنسيات مع طوائف كتيرة. موتوا بغزكم، موتوا بغزكم. نعمة ربنا سندتني، بدل ما كنت أضع وسطوس خميسة بزوق بعد ما فيها بيت كذا مكان، علاقاتي بقت كتيرة، محبة الناس بقت ليا كتيرة، شخصياتي بتعامل معاها من كل الأصناف ومن كل الأنواع من كل الجنسيات. السؤال يطرح نفسه، لو الأبوشيات بتاعتنا في مكرزة بروسية كلها بالطريقة دي، يبقى الشعب رايح في داهية، يبقى الشعب رايح في داهية، هيتعلم من مين؟ بس أكيد في نوادر موجودة كويسة، أكيد في نوادر موجودة كويسة، والنوادر دي اللي من ضمنها الأنبا بكاريوس اللي بيدافع عن حق ولاده، اللي عارف معنى الأسقفية صح، عارف معنى الأسقفية صح، مش مجرد أنا باخد قصر رعاية عشان الناس تبص ده وتقعد تعمل لي مطانية. المطانية اللي اتعملت لك دي هي اللي تشهد عليك أيا كنت في أي أبرشية مهما كنت الأسقف، تشهد عليك أنت فعلا اتعمل المطانية، انت بترعى الشعب ولا ما بترعوش. الأسس والأمامسة والكنايس كنايس يرعوا الشعب ولا ما بترعوش، حاجة يعني عجب العجاب. هتأذوا الناس، الناس هتتعب أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين عشان زواتكم وشخصياتكم. مش هينفعكم بحاجة، ده يوم الحساب لما تبقى انت لابس جلابية سودة وعليها صليب، واحد جاي من الشارع دخل القداس وناول ومشي، يبقى أحسن منك، ده ممكن هو يخش وانت متخشش. لما يكون أسقف مقتول جوه ديره ومحدش يدافع عنه منكم، وانتوا عارفين مين اللي قتله أو حاسين مين اللي قتله، تبقى كارثة، كارثة. لما يكون في ناس من الرعية بتحب الظلم تخرج، أو بتخرج بيتقال عليها إنها منتحرة ومقتولة جوه حبس، تبقى كارثة. فين؟ فين جيل الراعي؟ فين الرعاة اللي بجد؟ حقيقي حقيقي للأسف بقت الخدمة هي ما هي إلا مجرد سبوبة تجيب منها فلوس. ربنا هو اللي